أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. واليوم دواك معاك. الحقيقة ظهر أنه أنا صابيت بالأوميكرون، بالرغم من أنه أنا ماخذ الفايزر اللقاح التو دوسز الجرعتين من التطعيم. انصابيت يوم السبت الماضي بعد الجمعة منتصف الليل، وبدأت الأعراض. الأعراض بدأت على شكل سعال ورشح في الأنف وعطاس وألم خفيف في الحنجرة واللوزتين. إلى الصباح في صباح السبت بدأت هذه الأعراض تخف، فقدت حاسة الشم والذوق لمدة حوالي نصف نهار، وبدأ شوي عندي صار نوع من التحسن. لكن المشكلة وين؟ أنه الألم أصبح ينتشر في كل جسمي. يعني عندي صداع لكنه خفيف مقارنة بصداع اللي يشكون منه الآخرين، لكن صار عندي آلام في أطراف الجسم، يعني أصابعي هذه كأنها فيها روماتيزم. القدمين، راحة القدم عندي ألم ما حتى ما أقدر أدوس عليها، يعني مشدة الألم. فتعجبت يعني أنه طيب هذا الأوميكرون يعني هو يسبب آلام بالجسم لكنه يتخصص في أماكن معينة. كباحث علمي أريد أعرف ليش أنا أنصاب بشكل، زوجتي أيضا أنصابت بنفس الطريقة وصار عندها خمول شديد. اليوم الأحد رجع الألم في اللوزتين والحنجرة بشكل فظيع مع الجيوب، وكأنه بدأ عملية الالتهاب في اللوزتين وبالجيوب. لسوء الحظ هنا نحن في أمريكا ما نقدر نذهب إلى صيدلية ونطلب الأنتي بايوتيك العادي، وذلك لجأت إلى الشركة اللي أشتغل بها وطلبت منهم يعطوني فحص حتى أتأكد هل أنا مصاب بالكوفيد أم ماذا. وفعلا كما تشاهدون أمامكم اتضح بي بأنه أنا فعلا مصاب. أخذت الكيت، وهي طريقة الاستعمال لمن ما يعرف طريقته، تفتحها تقرأ التعليمات جيدا ثم تبدأ بالتحضير. نضع المحلول في هذه الحفرة حتى تكون مثل الهولدر مثل الحمالة، ثم نفتحها نأخذ السواب أو قطمة الفحص لجمع العينة، ندخلها حوالي سنتيم ونص تقريبا في كل أنف مع تحريكها لمدة 15 ثانية، خمس دورات على الأقل، ثم نضعها داخل هذا المحلول ونحركها لمدة 30 ثانية، ثم نعصرها كما في التعليمات ونحركها وهي في حالة العصر خمس دورات. يعني نقول لك لازم خمس مرات تمسكها وتعصرها خمس مرات ومع التدوير. تفتح الكيت أو اللي يسمونه الكارتلج، تفتح الكارتلج وتضعه، وثم تضع أربع قطرات في الحفرة حتى نضمن أنه الكمية كما في التعليمات. ثم نبدأ بتوقيت 15 دقيقة وننتظر إلى نهاية 15 دقيقة، ويبين الحرف السي معناها أن هذا الكنترول المفروض يظهر بكل الحالات، وحرف التي معناها تيست بوزيتيف. فإذا ظهر لون عند حرف التي معناها الشخص يعني عنده أنتيجينات مضادة قوية، معناها الآن هو في حالة صراع مع الفيروس. هذا اللي حصل. وبديت أستعمل الأعشاب أنا وزوجتي، الحلبة طبعا والعرقسوس، هذه أكيد يعني ما نقدر نتركها لأنها عندنا المشكلة أنه اثنيناتنا متعرضين إلى نفس الآلام في الجسم والمفاصل. فالحلبة والعرقسوس كانت يعني drug of choice لا بد من عدها. أضاف لها إضافة إلى ذلك، هي قالت لي طب والدارسين؟ قلت لها نعم، الدارسين والسماق والثايمول أو الحقيقة التايم، نوات الزعتر البري، هذا مفيد جدا أيضا، نقدر أيضا نستعمله ونخلطها مع العسل. ملعقة كوب كبيرة من السماق مع ملعقة أخرى مشابهة من الدارسين أو السينامون والثايم أو الزعتر
ملعقة شاي كلها باودر، اتركها لمدة نصف ساعة حتى تسخن وتصبح جاهزة كأنها حبوب المص. واللطيف انه انا ايضا استعملت شيء جاهز، لقيت انه اللازينكس الحقيقة استعملتها ايضا لإيقاف شدة الالتهاب في الحنجرة، لأنه ألم في اللوزتين والبلعوم وإلى الحنجرة ألم فظيع. فهذه على الأقل، هذني حبوب المص اللي احنا نسميها لازينكس، هذه على الأقل خففت شوية. ثلاث مرات باليوم، يعني كان كل 8 ساعات أنا أستعملها، يعني على أمل أنه تقوم مقام الأنتاي بايوتيك. وأيضا شربت شاي الأرنيكا، وشاي الأرنيكا بالحقيقة هو بديل للبابونك، لأن أنا أشرب بابونك من فترة أخرى، فقررت أنه ألتجئ إلى شيء أقوى هو الأرنيكا. الأعشاب تقوم بدور يعني تمد يد العون والمساعدة للجهاز المناعي حتى يختصر الزمن، لأن الإصابة وارتفاعها والإصابة أجزاء أخرى في الجسم مرهون بعامل الزمن. فكلما كان التوقيت، يعني كل ما كنت استعجلت وجهازك المناعي بدأ يشتغل يوم قبل، كل ما نجيت من المضاعفات. هذه الفكرة، يعني المعروف أنه أي إصابة فيروسية جهاز المناعي يشتغل بعد 4 أيام، يعني من يومين. هذا للشباب الأطفال الصغار عادة يبدي أجسامهم المناعي، ذلك يسخنون جدا، يصير عندهم سخونة عالية، هذا هو السبب أنه جهاز المناعي يبدي يشتغل بسرعة، ربما 3 أيام تتطور. الكبار السن البالغين يعني بعمر 25 فما فوق قد يستغل 4 أيام يلا يبدي جسمك. يعني احنا نعرف انه الفيروس يحتاج الى 48 ساعة، هذا الأوميكرون سريع العدوى، يعني بده يستقر بالجهاز بالمكانات الفم والأنف يعني مباشرة، يعني انت تتنفس حتى لو ما تتكلم تطلع بخار يطلع من عندك معاه الفيروسات. أدعو الله لي ولكم حسن الخاتمة والصحة والعافية، وأن يمن علينا العفو والعافية والتمام العافية، وأن لا يراويكم أي مكروه ويحفظكم ويستر عليكم. أدعونا والله يشافيكم ويعافيكم جميعا. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم.